اهلا بيكم كلكم في اولى حلقات حجاجوفيتش والعالم في رمضان. احنا بنصور في الشمال، هنتكلم مش بس على الشمال، هنتكلم عن فيديوهات كتيره جدا ليا حوالين العالم ناس ما شفتهاش قبل كده. شتا هنا، الناس ضلمه على طول ومفيش شمس تماما. الصيام بجد صعب جدا في الظروف الغريبة اللي احنا واقفين فيها دي. بنفطر وبعدين بعد اقل من ساعة بنصوم تاني، فانت بتفطر وبتتسحر في نفس الوقت. تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر التنبيهات عشان خاطر يوصلوكم فيديوهاتنا جديدة اول باول. اشوفكم على خير. احمد حجاجوفيتش.